طيب في خبر عايزاك تبص عليه. ايه حقيقة الخبر ده؟ انا قريته بالظبط زي اي حد، ما اعرفش حد تقريبا. يعني انا ليا عم الله يرحمه، يعني الله يرحمه، من توفى من 22 سنة، ما عنديش عمام. هما قالوا ان هو خالك؟ لا، الخبر مكتوب في عمي. هو مكتوب في المانشيت ان هو عمك، ولكن جوه مكتوب خالك. لا انا يعني الخبر يعني ده مش صح؟ لا طبعا مش صح، مش صحيح. لا طبعا مش صح. وخالك ما زعلش منك ولا اي حاجه والكلام ده كله؟ لا مش مظبوط. انا عندي انا عندي اربع خلان. احنا قلنا خال واحد. لا انا عندي اربعه. يعني ملوش اي اساس من الصحه اطلاقا. واضح ان في اخبار كتير عند فتحي. ملاحظ انا عندكم الحاجات فيها بعافيه شويه. طيب تعال نبص على الخبر ده. لما تقلب في البوم الصور بتاعتكم وتشوف ابوك في فرحه. ايوه بص بقى انت قلت ايه. ادي اللي بناخده بالشغلانه. هو طبعا التعليق اللي على الصوره مظبوط، لانه انا كنت بعمل مرحله ده كان بالمناسبه ده كان بروفا من بروفات ابو عمر المصري الخاصه بالشكل، يعني هيبقى الشكل هنستقر عليه هيبقى عامل ازاي. فدي كانت مرحله منهم، يعني مش ده اللي اتعمل، اتعمل اتطور. كنت بتحاول تشوف نعمل نطلع بأني شكل، نطلع بايه. فالصوره دي انا نشرتها برضو كالعاده، بس هو التعليق ضحكني جدا جدا جدا، لانه فعلا هو المفروض المرحله دي كانت في الثمانينات، يعني الفتره بتاعت ابو عمر المصري دي واخده فتره حقبه زمنيه طويله. فهو فعلا كده،